راشد راشد يلا يا ابي شاي شاي تعال مور يا ابي شيك يا ابي شو ها؟ هذا مفتاح بيتك اني بيت؟ لك البيت اللي كان ساكن فيه أم البشيرة مرتك شو ساوي فيه يعني؟ يعني شو بدك تساوي فيه؟ من بكرة بتجيب غراضك وبتنقل عليه وبتجيب مرتك وولادها وبتعيشوا فيه يا بي والبيت اللي ساكنينه هلا بتخليه مسكر ليكبر أحمد وأخواته لأنه هذا البيت مو بيتنا يا بي ونحن ما بدنا نسكن ببيت حدا أمرك يا بي مثل ما بدك إن شاء الله ألف مبروك أخي إن شاء الله ألف مبروك يا رب الله يبارك فيك يا ياسين عبال عندك وعند عجاج آمين يا رب العالمين آمين يا سلام والله هلأ روحي رجعت لي هو صحيح أنا مرتاح بحارة أبو عزيز بس يا أخي الواحد حارته غير شفتو تسلم لي أنت أبوك ليش حدا منهم حكى معك شي؟ لا يا أخي لا ما بيسترجوا لا هن ولا اللي أرجل منه وحياة راسك وحياة راسك صاحيلهم كنت حاطط ايدي عموسي الكباس وجاهز للضرب بري عليك لك ياسين بري عليك بدك تضل صاحيلهم على طول هدول زكوا وسلموا ما عاد يخوفوا اصلا هن صار بدهم سلتهم بلعني معلش اخي معلش بضل الحذر واجب شو عليه مو غلط اخي مو غلط سموا بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شو بكي مها ما تاكلي؟ ابن عمي ما بدي ينتقل ايش الشغلة على كيفك؟ حدا بصح له يسكن ببيت سياح نياح بحارتنا وبقول لا نعم على هالصرعة ما بدي خلصنا مها فك الله وانصرفت خلصنا الولاد وين بدنا نحطهم؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني معقول أنا وياكي نعيش بحارتنا ونترك ولادك هون لحالهم ايه مجنون ما بيحكي هذا الحكي طب خلينا نأجل النقلة بعد ما قلت الله يوفقه يعني ليش لحتى نأجلها؟ لسه بطنك ما كبير ولا رح تتعذبي بالنقلة ولا في خوف على الولد ليش لحتى نأجلها؟ طب ليش بدك يعني ننتقل؟ لك يا ما إذا انتقلنا لهونيك أنا بصير قريب على شغلي وعلى دكانة أبي وبصير قريب عليكي كمان يعني بصير بيجي بتغدى عندك بالبيت أحسن ما أتغدى بالمحل مزبوط يا أحمد؟ مزبوط عمي الغدا بالبيت أحسن من الغدا بالدكان طب شو بدنا نساوي بهالبيت؟ شو بدنا نساوي بهذا البيت؟ يا مها منخليه مسكر رح تكبر احمد واخواته بكره بس يكبروا بيلاقوه قدامهم جاهز من بكره رح نبلش باول نقلي على البيت لا ابن عمي خليها للسبت الجاي لانه عندي ضبط اواعي وكراكيب الله يخلي اي لكان البيت للسيد راشد لانه راشد اغا هو الاخ الكبير والعيله على اسمه بدها تنحمي حفيظه نامي ليش كلهم بدهم رضا واقفين معه ولك صلي على النبي ونامي طيب ليش ما بدنا حدا يجيب الصبي غيره قلي ولك نامي احسن ما هو مخبطك هلا انا بس بدي اعرف ليش بدوه عنك ولك نامي بقى نامي احسن ما هو اخلع الكف خلي كل اهل الحاره يسمعوا صوتك لحمها شو صار لك بس طلع لسانك لبرا ما عاد يرجع لجوا على قر 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 شو حاطه جواتك حكواتي يعني انت كيف مو همك شيء استغفر الله العظيم انا بس بدي اعرف البيت ليش لراشد ولك خرسي ولك لحمها شو صار لك لحمها لعما شو مدودي بس فتحت السيرة ما عاد فيكي دد 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 خلصت بقى شو صار لك؟ خلص فكرت تمي ما عاد تحكي ولا حرف قسما بالله العظيم ما تفتحي تمك بكلمة لحتى سكتك بالكف لعما على هيك نسوان ما بينعطوا وش شو بدك احكي؟ بدي ولك شو بقي ما تحكي؟ يعني بدي اقول لك على شغله بس مستحيه لا تستحي احكي شو بدك والله مستحيه شوي لك خلصيني احكي شو بدك لا تستحي ما بدي مستحي القصه يعني تصطفي لا بدي احكي طيب قولي خلصيني تاخرت على فتح دكاني خلصيني يلا حضر لي الدياره ابن عمي ولا شو الدياره؟ انا حبلي حبلي؟ ايه حفيظة انت عم تحكي جد ولا؟ يو ليش حتى كذب يعني؟ طيب وشلون صار انك حبلتي؟ يو شلون بده يصير يعني؟
شو جاك؟ والله فرحتني يا شاكير. الله يقيم لك اياها بالسلامه ويجيب لك صبي. ان شاء الله ان شاء الله، وانت ان شاء الله هيك الله يبعث لك اللي مستنيه من زمان ياها. الله يسمع منك. لك ياسين، شو بقى على الشاب؟ ما في شيء، ما في شيء. لا والله في شيء، شلون ما في شيء؟ شبك ياسين احكي. اي انا مو حاجتي اخي، مو حاجتي يعني، انا مو حاجتي. اخي شو يعني مو حاجتك؟ ما فهمت. يعني انا لهلا ما حدا فتح سيرتي اخي، لهلا ما حدا فتح سيرتي. بدك تتجوز لك ياسين؟ ايه اخي، ايه بدي اتجوز، عم بشتهي يكون ابنك لكم يا اخي. ايه وليش زعلان؟ هلا ما في غيرك ما تتجوز، وعن جد حاجتك. يعني اخي رح تحكي لي مع ابي؟ ايوه، وانا شو دخلني؟ اخي انا ما بحسن احكي من شانك بنوب، الله يوفقك. تسمع مني لك ياسين، اذا بدك ابوك يوافق مالك غير امك وخالتك ما شاء الله، الله وكيلك مالك غيرهم. مالك غيرهم. والله انا زعلانه من جوات قلبي على هالبنات. الله بعين يا ست بهيجه، الله بعين. وزعلانه كمان من ابو راشد. وليش زعلانه من ابو راشد بهيجه؟ الك مو حرام عليه ابو راشد يرمي الحرمه بالشارع هي وبنتها؟ شو ما عاد بقلبه رحمه؟ ستي حلقك ولا بهيجه؟ ستي حلقك. يو ليش شو حكينا؟ ضبي لسانك وعرفي شو صار وبعدين احكي على جوزي، فهمانه ولا لا بهيجه؟ ليش حكيت انا شي غلط يا ام عجان؟ ايه حكيتي. واذا بتعيديها مره ثانيه يا بهيجه هذا البيت مالك فوتي عليه، سمعانه ولا لا؟ وهي سكرت امي العمش لونه بتقطش وبتلحوش. ايه معها حق يا ست بهيجه. شو حكيتي؟ انا شو حكيتها؟ انت ما بتعرفي شو صار، واللي عم يحكون نسوان الحاره كله غلط بغلط. يا شو صار؟ يا مهدية، بكرة بدي أجيب لك أخ وبدك تنبسطي فيه كتير. شو بدنا نسميه يا مو؟ شو؟ أنا ليش ما بسأل بهيجة؟ أي معت لحمة بتعرف طعم الأنطاك يا مو؟ شو خسرانة؟ بدي أسألها يا مو؟ ما رح طول. ايه يبعت له حمى للساني شو بيقطش بالحوش، مشان الله ما توازني يا ام عجاج. والله ما حدا قال لي، ما حدا قال لي. مين بده يقول لك يا ست بهيجه؟ مين؟ مرحبا ست بهيجه. اهلين وسهلين حفيظه خانم خير. والله بدي اسالك سؤال بس مستحيه شوي. شو حبلاني حفيظه خانم؟ شلون عرفتي ست بهيجه؟ ام عجاج قالت لي. بالله يعني ما حسيتي علي وانا عم امشي وانا طالعه من الغرفه كل خطوه بنقعه كل نقعه عم تقول للثانيه اه يا وجعي؟ ايش بدي اعرفني بحبلك؟ اسه لهلا بطنك ما انتفخ، لا اعرف اذا حبلانه ولا كذابه. لا ايو ليش كذابه؟ ما بكذب انا. صادقه عيني صادقه، لانه يلي مثلك بيتصدق وما بيكذب نهائيا، لانك مجربه من اول بطن بالتوم عيني. هاتي لشوف شو بدك تسالي. يعني هلا بتقدري تعرفي انا بشو حبلي؟ بدك يعني اعرف بشو حبلي والولد لسه ما صار ببطني؟ يا ليش ما بيبين من هلا؟ ولك تضربي تضربي شو حماره، روحي روحي من وشي، تضربي انت وهيك اسئله. بتعرفي مو الحق عليكي، الحق علي انا يلي قلقت راحتي واجيت اسالك رايحه. ايه روحي روحي، لك تضربي مو الحق عليكي، الحق على جوزك اللي ما سالخك كف لانك حبيتي ولسه بنتك لسه لهلا ما فطمتيها. بدها اياها ست بهيجه، والله بدها اياها. قولي على عيونها بكره بتعملي له قلبها لجوزها بالولاد. لك والله طلع عرساني شعره ما عم ترد علي. بعدين فهمي له شاكر بانه ما كتير يعني يرخي الحبل لمرته، وبعدين بكره بتعبي قلبه بالولاد. وبدك ما تواغزيني يا ام راشد، انا ما كنت بعرف بانه ابو راشد اشترى بيت لام بشيره. وانت لا تصدقي كل شيء بينقال عنا بهيجه خانو، وقبل ما تحكي اسالي. يعني سامحتيني يا ام راشد؟ ايه سامحتك. ايه معناتها غدا هي عندكم؟ ايه تكرم عينك بهيجه خانو. يلا قومي اشلحي ملايتك وشمري مشان تساعديني بالشبرك. ايه على عيني، هي الاكله انا كثير بحبها. ايه لك امك وخالتك عبوا البيت زلغيد لما عرفوا انه مرت اخوك راشد حبله، اما انا بنعمل بيت وبنحط فوق راسي، ما بدهم يعني يجيب لهم الصبي، ما بدهم يعني. بدك شو هالحكي لك حفيظه؟ شو هالحكي؟ يالله وكيلك امي طار عقلها لما قلت لها انك حبله. ايه تقبرني، ما طار عقلها من الفرحه مشاني.
لك مش هشوف رحال طار عقله لانه ما بده حدا يجيب للصبي غير مرت اخوك راشد. لك شو عم تحكي لحفيظة؟ عيب عيب هذا الحكي. والله اللي بسمعك بقول انه امي ما بتحبك. بالله ليش امك من امتى كانت تحبني؟ ولك حفيظة عيب تحكي هذا الحكي. شو بكري صار كثير مكيودة؟ هلا انا مكيودة يا شاكر؟ يعني ما بعرف صايرة انت وامي مثل الضراير. والله 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 انا ما عم ساوي لا شيء. طيب خلاص حفيظة خلصنا. حفيظة بزعل مشانك هلا. شاكر انا بدي اسكن لحالي. طيب خلاص وحياة عيونك على غالي لسكنك لحالك. بس اصبري علي شوي انتي. الله يصلحك يا يابي. بيت ام بشيرة لازم يكون لي ولا اخي راشد. شو هي؟ هلا راشد صار عنده بيت لحاله؟ اه. امي خلينا نتعشى ما بدي صد نفسي بالفواكه. امي